دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة. دكتور، اسم الدواء ايه بالظبط وما هي اهميته؟ مساء الخير استاذه لميس، تحياتي لحضرتك. الدواء اسمه مولنابيرافير. مولنابيرافير. مولنابيرافير، اوكي ماشي. ده عقار مضاد للفيروسات، بيستخدم لعلاج المرض الخفيف والمتوسط من الكوفيد 19 في البالغين المعرضين لخطر الاصابه بالمرض الشديد، يعني اللي عندهم امراض مزمنه، اللي عندهم نقص في الجهاز المناعي، اللي في المراحل السنيه المتقدمه. احنا مش بس ده زي الافيبرافير ده، بما ان انا بقيت كورونا اكسبرت، يعني ده زي الافيبرافير اللي احنا بناخده ولا ايه بالظبط يا دكتور؟ يعني انتي فايروس. هو مضاد للفيروسات زيه، بس ده حاصل على موافقه هيئه الغذاء والدواء الامريكيه وهيئه الادويه الاوروبيه. اللي انا عايز اقوله انه هيئه الغذاء والادويه الامريكيه وافقت في 23 ديسمبر 2021، هيئه الدواء المصريه وافقت في 24 يناير 2022، الفرق شهر في الموافقه، فرق التوقيت. لكن الحقيقه انه هيئه الدواء المصريه شغاله على الدراسات الاكلينيكيه ودراسات الثبات لهذا الدواء من اكثر من 8 شهور، وده يقول لحضرتك قد ايه الدوله المصريه وفق توجيهات القياده السياسيه وتعاون كل مؤسسات الدوله، سواء وزاره الصحه والسكان او هيئه الدواء المصريه، او على ان احنا شغالين حتى على الابحاث، يعني منذ ان كان بحثا في التجارب الاكلينيكيه واحنا شغالين عليه بمجرد ما بيظهر انه هناك مؤشرات ايجابيه. دكتور، يعني هذا الدواء هو علاجي وليس وقائي، يعني ده دواء للحالات في بدايتها. نعم، ده في الحالات في اول 5 ايام من ظهور الاعراض، يعني بعد الاصابه بيتم استخدام هذا العقار عن طريق الفم، واحنا واخد هو موافقه الاستخدام الطارئ، مما يعني انه سوف يستخدم فقط في المستشفيات، سواء كانت التابعه لوزاره الصحه والسكان او المستشفيات الجامعيه، عشان المريض ما يدخلش في مرحله المرض الشديد، كما انه يقلل ايضا احتماليه دخول المستشفى. ليه في المستشفيات فقط يا دكتور؟ لانه احنا ما زلنا في مرحله الاستخدام الطارئ، فلا بد في حتى ياخذ الاستخدام العادي انه يتم استخدامه تحت المراقبه الطبيه. هل ده بديل للريميدي سيفير مثلا ولا ايه؟ الريميدي سيفير هو برضه مضاد للفيروسات، هو يعني ما نقدرش نقول ده بديل لده، لكن احنا بنقول ان الادويه تختلف كفاءتها وتختلف استخداماتها، وكلما كان عندنا فرصة لأدوية أكثر كلما كان ذلك أسلحة أكبر معانا في التعامل مع المرض، مع الفارق الكبير ما بين الاثنين أنه الريمديسيفير هو دواء يؤخذ عن طريق الحقن، إنما المولنابيرافير بيتاخد عن طريق أقراص فموية.